الرئيس السيسي يفتتح اليوم في أسوان أعمال المؤتمر الشهري الثاني للشباب لبحث قضايا التنمية بمحافظة الصعيد. خلال لقائه مع معارضين سوريين، لافروف يعلن إرجاء محادثات جنيف حول سوريا إلى أواخر فبراير المقبل، ويبحث مسودة دستور سوري جديد أعدته روسيا. الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن قد يشهد مجاعة خلال العام الجاري بسبب استمرار الصراع في البلاد. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة على شاشة قناة النيل. أهلا بكم. وفي نشرتنا، يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة أسوان أعمال المؤتمر الشهري الثاني للشباب الذي سيناقش على مدى يومين قضايا التنمية بمحافظات الصعيد. كما يستعرض المؤتمر التحديات التي تواجه صعيد مصر وسبل تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعا مع القيادة الأمنية بمديرية أمن أسوان لمراجعة خطة تأمين المؤتمر الشهري للشباب الذي سينطلق اليوم. وشدد وزير الداخلية خلال الاجتماع على ضرورة الانضباط والدقة في تنفيذ بنود الخطة الأمنية. وتفقد وزير الداخلية القوات والخدمات والتمركزات الأمنية بنطاق مديرية أمن أسوان، حيث شدد على ضرورة اليقظة واستنفار الجهود واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق أمن وسلامة المواطنين. يشارك أكثر من 1000 شاب وفتاة من شباب الأحزاب وجامعات الجنوب من مختلف محافظات الصعيد في مؤتمر الشباب الشهري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة أسوان. ويرى مراقبون أن اختيار أسوان كمقر للمؤتمر يعكس اهتمام الرئيس والحكومة بالصعيد بوجه عام، ويستهدف مشاركة شباب الصعيد في العمل العام والعمل التطوعي. يأتي المؤتمر الوطني الشهري للشباب المقام الجمعة والسبت في مدينة أسوان أقصى الصعيد بعد مؤتمرين سابقين، أحدهما في شرم الشيخ والآخر في القاهرة. سيكون المؤتمر مخصصا لصعيد مصر في ضوء اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جهود التنمية خاصة في صعيد مصر على المستويات كافة. يشارك في المؤتمر 1300 شاب من شباب محافظات الصعيد بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلامية، وأغلبهم ينتمي لمحافظات الصعيد. كما يناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الصعيد وتمكين الشباب سياسيا واجتماعيا بالإضافة لتنمية الصعيد في المجالات المختلفة اقتصاديا وسياحيا وصناعيا. يشهد المؤتمر 8 جلسات عامة، ويناقش عددا من المبادرات الخاصة بالصحة والتعليم وتنمية السياحة، وسيتم إطلاقها في الصعيد بالإضافة لدور المحليات في الصعيد. مؤتمر أسوان يعقد على ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الوطني الأول الذي عقد في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي بعقد جلسة حوار شهرية لمناقشة الملفات التي تم التطرق إليها في مؤتمر شرم الشيخ. كان مؤتمر شرم الشيخ السنوي للشباب قد عقد تحت شعار ابدع انطلق، وبرعاية ومشاركة فاعلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء على الدعوة التي أطلقها خلال احتفالية يوم الشباب المصري في يناير الماضي لعقد مؤتمر وطني للشباب لبحث مختلف القضايا. من أبرز التوصيات بالمؤتمر شرم الشيخ دراسة مقترحات لتعديل قانون التظاهر ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة القضايا، وكذلك سرعة الانتهاء من التشريعات المنظمة للإعلام، وهو ما تم بالفعل. كما تم تكريم عدد من الشباب الأفضل موهبة في مجالات متعددة.
في ديسمبر الماضي عقد مؤتمر الشباب الأول في القاهرة، تم خلال المؤتمر مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية وملف التعليم والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكذلك مبادرة الشباب المصري لدعم السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. كان من أهم القرارات المتخذة في ختام مؤتمر الشباب الدوري الأول بالقاهرة تكليف الحكومة باستمرار عمل اللجان المشكلة لبحث حالات الشباب المحبوسين، وكذلك تفعيل مبادرات العمل التطوعي والحوار المجتمعي لبحث قضايا التعليم والخطاب الديني. أجرى وزير الخارجية سامح شكري عدة لقاءات مع نظرائه الأفارقة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية 30 للمجلس التنفيذي بالاتحاد الإفريقي، حيث التقى شكري كل من وزير الخارجية الجابوني والجزائري والسنغالي والبوروندي والسوداني، وتناولت اللقاءات تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما تم بحث الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء ومكافحة الإرهاب في المنطقة. يترأس نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي سند وزراء لوزا وفد مصر في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي ودول الجوار حول ليبيا، والذي ينطلق اليوم في العاصمة الكونغولية برازافيل. ويشارك في الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج ورئيس الاتحاد الإفريقي إدريس ديبي ومبعوث الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا جاكايا كيكوتي، والذي يقدم تقريرا حول التقدم المحرز بشأن الأوضاع في ليبيا. من المقرر أن يتناول السفير حمدي لوزا جهود مصر المكثفة من أجل تسوية هذه الأزمة، مستعرضا نتائج الاجتماع الذي استضافته القاهرة في 12 و 13 من ديسمبر الماضي، والاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي استضافته القاهرة في يناير الجاري. بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقرر فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من غد السبت ولمدة 4 أيام، ويأتي القرار بهدف السماح لعبور الحالات الإنسانية والعالقين والطلبة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقا للإجراءات المتبعة. وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 153 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ويعد هذا القرار الثالث من نوعه خلال أسبوع بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأجيل اجتماع جنيف بشأن الأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة الذي كان مقررا في 8 فبراير المقبل إلى أواخر الشهر نفسه، ولم تؤكد الأمم المتحدة إرجاء الاجتماع. وأكد لافروف خلال لقائه مع معارضين سوريين اليوم في موسكو أن مشروع الدستور السوري الجديد الذي طرحته روسيا بعد مباحثات أستانا يعد بمثابة تجميع القواسم المشتركة للأطراف السورية. في الوقت نفسه ذكرت تقارير إعلامية روسية أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري يعتزم تقديم مسودة أعدها لمشروع دستور سوري جديد لوزير الخارجية الروسي. ويأتي لقاء موسكو في غياب ممثلين عن الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف السوري المعارض بعد رفضهم دعوة لافروف للحضور. الآن بعد بدء العام الجديد كل شيء يسير على ما يرام. الاجتماع في أستانا كان له أثر إيجابي، حيث مهد لعقد محادثات ناجحة في جنيف بشأن الخروج من الأزمة السورية.
أعتقد أنها ليست خطوة موافقة من قبل الولايات المتحدة بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا، ولذا يجب أن ننتظر ونجري مباحثات حول الأمر. سنطلع على نتائج محادثات أستانا، كما سنبحث التوجهات خلال مؤتمر جنيف، وأعتقد أن النجاح في جنيف يتوقف على عقد مباحثات مباشرة، وهذا يتطلب تكوين وفد واحد من المعارضة يشمل كافة الفصائل. من جانبها أكدت الخارجية الروسية أنها لا ترى أساسا لقلق المعارضة السورية من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري، نافية أن يكون الحديث يدور عن تكرار لتجربة بول بريمر في العراق. ومن أبرز ملامح هذا الدستور أنه يوكل مهام إقرار وتنحية الرئيس إلى جمعية الشعب، كما يلغي صفة العربية عن الدولة السورية. ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق دكتور علي مقصود المحلل السياسي. دكتور علي، الخارجية الروسية اليوم ردت على بعض المخاوف السورية حول مسودة الدستور السوري الذي طرحته روسيا، وتحديدا حول بعض التخوفات من أن يكون هذا الدستور تكرارا للدستور الذي طرحه بول بريمر في العراق سابقا. كيف هي حقيقة التخوفات السورية من هذا الدستور ورؤيتهم له كيف هي؟ أولا بما يخص الدستور الذي تضمنته المسودة التي قدمتها روسيا، وأيضا كان هناك مسودة تقدم بها الحزب الديمقراطي الكردي، أنا أقول بأن هدف روسيا في الحقيقة تحقيق ثلاثة أهداف بالتتالي. أولا العمل على إقامة حكومة وحدة وطنية، ومن ثم وضع دستور جديد من خلال هذه الحكومة يتم دراسة ووضع دستور جديد ينسجم مع تطلعات الشعب السوري وكل مكونات هذا الشعب، لأن كل الفصائل تكون قد شاركت عبر حكومة الوحدة الوطنية، تكون قد شاركت بإنتاج مضمون وجوهر هذا الدستور. الأمر الثالث، طب حتى لا نترك هذه النقطة، يعني هذا أو هذه المسودة التي تطرحها روسيا هي مؤقتة، بمعنى أنها تهدف إلى الوصول إلى حكومة وحدة وطنية، وهذه الحكومة سوف تعد دستور جديد للبلاد. بالضبط. نعم. وسمعت في تقريركم إلغاء اللغة العربية. لا يمكن لأي عاقل على وجه الأرض أن يطرح هكذا صيغة. ليس إلغاء اللغة العربية، اسمح لي أوضح، يلغي صفة العربية عن الدولة السورية. نعم، وهذه هي كانت أحد النقاط التي كنت سأستوضح منك عنها، يعني وضح لنا من فضلك. هذا الموضوع غير موجود، وفي الحقيقة هنا تضليل ومحاولة تسويق هذه الفكرة بشكل غامض لتشويه حقيقة هذه الطروحات، لأن روسيا عندما طرحت هذه المسودة وأيضا البند الثالث أن يكون هناك انتخابات حرة برعاية الأمم المتحدة، يعني تحضرها الأمم المتحدة، ولذلك بريمر عندما احتلت أمريكا العراق، نعم بريمر طرح
تغيير الهوية العراقية بأن تمحى صيغة أو صفة العروبة، ولكن بالنسبة إلى سوريا لا يوجد احتلال أجنبي، ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تتحدث في هذا الإطار أو أن تطرح إمكانية نزع فكرة العروبة. نعم، ولكن دكتور لأنه هناك عرقيات أخرى، يعني هناك أكراد وهناك تركمان، هل يعني البعض يرى أن هذا ربما تمهيد لتقسيم سوريا على أساس عرقي؟ نعم، أنا هو لذلك أتحدث في هذا السياق. هذه محاولة من بعض الأطراف التي تريد أن تدق الأساسين والألغام في هذه الصيغة، وقبل أن يبدأ الحديث عن هذا الدستور وأيضا عن هذه الحكومة بأن هناك هويات صغرى ومكونات، هكذا هي طروحاتها. ولكن أولا سوريا هي بلد عربي وهي قلب العروبة، وبالتالي عندما يكون هناك فسيفساء في النسيج الاجتماعي لا يمكن لهكذا طروحات إلا فعلا أن تعكس وتعبر عن رغبة هذه الأطراف باستخدام سياسة التقسيم والتشظي لسوريا. أنا أقول بأن هذه الخطوة التي طرحها وزير خارجية روسيا لافروف هي في الحقيقة بالتنسيق مع القيادة السورية التي تريد أن تواجه الطروحات الجديدة، إن كان منطقة آمنة كما طرحتها إدارة ترامب تحت ذريعة منع الهجرة، ولكن هي في الحقيقة للإبقاء على هذا الشريط الشمالي من سوريا لكي يكون ملعبا ومنطقة نفوذ أمريكية تفاوض عبر الإمساك بها. يعني موضوع المنطقة الآمنة، نعم تفضل كلمتين لو سمحت. ولهذا السبب تم تأجيل مؤتمر جنيف إلى نهاية الشهر المقبل، شهر شباط، لكي يتم تعزيز الإنجازات وبالتالي الشريط الشمالي، لكي يكون هناك عمل عسكري من الجيش العربي السوري ينهي وجود داعش ويلغي هذه الإمكانية وهذه الذريعة والنتوءات التي تطرحها أمريكا بطرد الدواعش من دير الزور والرقة ومن منطقة الباب. طيب هذا نعم دكتور، يعني هناك مشروع دستور آخر طرح من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي كما ذكرت، هذا أولا، هل هناك نقاط اتفاق بين مشروعي الدستور؟ النقطة الثانية، ماذا عن غياب ممثلين عن الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف السوري المعارض عن اللقاء مع لافروف والحديث عن مثل هذا الدستور، هل هذا يهدد إقراره أم لا؟ بالعكس، أولا هيئة المعارضة السورية أو هيئة الائتلاف السوري في الحقيقة عندما ذهبنا إلى الأستنة اتضح بأنه ليس لها تمثيل حقيقي في الميدان السوري، وإذا أخذنا أيضا الإنجازات على جبهة المصالحة التي فعلا قدمت، وعلى كل الانتخابات ستظهر بأن الشعب السوري بنسبة تزيد عن 95% هي مع وحدة سوريا مع هذا الدستور الحالي، ولا يمكن لأي طروحات حتى عندما يطرح الحزب الديمقراطي الكردي في سياق الفدرلة هذا أيضا الدستور، هو في الحقيقة أولا لا يمثلون حتى من الأكراد إلا 15%، فكيف على مستوى الشعب السوري؟ أنا أقول بأن هناك إجماع على وحدة سوريا وعلى هذا الدستور الذي يضمن لسوريا موقعها العروبي وأن تبقى قلب العروبة، وكل هذه التضحيات وأيضا العودة وهذه المصالحات التي فعلا أعادت الآلاف من المسلحين الذين فعلا هم من عبر عن أنهم ضللوا وكانوا على الطريق الخطأ، ولذلك يريدوا أن يعني يقدموا شيء للوطن، فوضعوا نفسهم تحت سيطرة الجيش وقيادة الجيش لكي يواجهوا هذا الإرهاب وهذه التحديات. ما يحدث في مدينة إدلب هو كان بدعوة ومناشدة من أهالي إدلب
وأنا ذكرت على محطتكم هذا الكلام. طالب الجيش بعد أن أنهى عملياته في الأحياء الشرقية من حلب أن يتحركوا باتجاه إدلب ليتحركوا مع الجيش لطرد هؤلاء المجرمين وخاصة الغرباء. نعم، نشكرك شكرا جزيلا دكتور علي مقصود المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. على الصعيد الميداني انضمت 6 فصائل سورية معارضة على الأقل بينها جيش المجاهدين وصقور الشام إلى حركة أحرار الشام في وقت تشهد مناطق عدة في شمال سوريا معارك غير مسبوقة بين الفصائل من جهة وجبهة فتح الشام من جهة أخرى. وقد اتهمت جبهة فتح الشام الفصائل المعارضة التي شاركت في محادثات أستانا بالتأمر عليها خلال المؤتمر، والذي نص بيانه على اتفاق مشترك لقتالها وعزلها. بعد سنوات من القتال معا في جبهة واحدة في مواجهة الجيش السوري وحلفائه، بدأت فصائل المعارضة السورية حربا داخلية غير مسبوقة. فصائل معارضة أعلنت انضمامها إلى حركة أحرار الشام التي شاركت في مفاوضات أستانا الأخيرة في مواجهة جبهة فتح الشام المعروفة بالنصرة سابقا. فإننا نعلن تشكيل فوج الأنصار الذي يضم الكتائب التالية: كتيبة الزبير العوام، كتيبة الشهيد نقيب جلال، كتيبة الشهيد حسن بكور، كتيبة الله أكبر، كتيبة دلال كرامي، كتيبة الجيش القراني. ونعلن بيعتنا لحركة أحرار الشام الإسلامية على الجهاد والسمع والطاعة فيما يرضي الله عز وجل واستمرار الجهاد في سبيله. وبدأت المعارك بين الفصائل المسلحة الثلاثاء الماضي بالتزامن مع انتهاء محادثات أستانا على عدة جبهات في محافظة إدلب وريف حلب، واتهمت جبهة فتح الشام غيرها من الفصائل بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضدها، ما أسفر عن مقتل أكثر من 130 عنصرا من قواتها في قصف للتحالف. مصادر ميدانية أشارت إلى أن الاشتباكات بدأت بهجمات لجبهة فتح الشام ضد أحد معسكرات المعارضة، والتي توسعت لتشمل فصائل أخرى منها أحرار الشام. وكانت الدول الراعية لاتفاق أستانا قد أشارت في بيانها الختامي إلى ضرورة الفصل بين الفصائل المعارضة وعناصر جبهة فتح الشام، والتي تتهمها بعض الأطراف الدولية بأنها لم تغير من نهج تنظيم القاعدة وإن غيرت اسمها فقط. من ناحية أخرى، أعلنت مصادر سورية اليوم مقتل 30 شخصا بينهم 6 أطفال و5 نساء في قصف واشتباكات بين الجيش والمعارضة في عدة مناطق خلال 24 ساعة الماضية. وتعرضت عدة مناطق في شرق دمشق وريفها وفي حي الوعر بمدينة حمص ومناطق بمحافظة درعا وريفها لعمليات قصف من قبل القوات السورية. استقدم تنظيم داعش تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة دير الزور شرق البلاد، ودارت الشبكات عنيفة بين التنظيم والجيش في عدة محاور من المدينة. حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن قد تواجه مجاعة خلال العام الحالي. قال مسؤول العمليات الإنسانية في المنظمة الدولية ستيفن أوبراين أن أمام مجلس الأمن الآن النزاع في اليمن هو المحرك الرئيسي لأكبر حالة طوارئ في مجال الأمن الغذائي في العالم، مضيفا أن المجاعة الآن هي سيناريو محتمل في العام 2017. أشار أوبراين إلى أن هناك نحو 14 مليون شخص، أي ما يقارب 80% من سكان اليمن، في حاجة إلى مساعدات غذائية، نصفهم يعيشون انعداما شديدا من الأمن الغذائي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من تعز السيد أحمد الجابري المحلل السياسي. سيد أحمد، بعد التحية، حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن قد تواجه مجاعة حقيقية خلال العام الحالي، قراءتك لتصريحات الأمم المتحدة في ظل الأوضاع التي تشهدها اليمن حاليا؟ شكرا لك أخي، وتحية لك ولجمهورك الكريم. هذا التصريح يعني له أولوياته في يعني في الواقع اليمني، وبالفعل يعني اليمن دخل أو بالأصح دخل منذ عامين في حرب طاحنة شملت أغلب محافظات الجمهورية اليمنية، وبذلك تأثر المواطن البسيط الذي يعني لا توقف دخله وامتنعت وصول المساعدة إليه.
طيب نعم، فقدنا الاتصال بالسيد أحمد الجابري المحلل السياسي اليمني. زلنا في اليمن، وميدانيا لقي 5 حوثيين مصرهم وأصيب 12 آخرون في غارات لطائرات التحالف على مواقع ميليشيات الحوثيين وصالح في جبل الشبكة بوسط مديرية الوازعية في محافظة تعز. وجددت مقاتلات التحالف قصف معسكر السواد جنوبي العاصمة صنعاء، وفي نهم شرقية صنعاء سقط قتلى وجرحى من المتمردين والقوات الشرعية أثناء تصدي قوات الجيش الوطني لهجوم على جبال حلبان شرقية صنعاء. فر مئات المواطنين العراقيين تجاه مدينة الموصل فيما توغلت قوات عراقية في قرى شمال المدينة في محاولة لطرد تنظيم داعش. وقال التقارير الصحفية إن قوات عراقية تمكنت من استعادة قرية شريخان الواقع على الضواحي الشمالية للموصل، لكن القتال استمر في قرى أبعد منها. أشرحت الفرقة التاسعة بالتقدم نحو قرى شليخان والقبة، وخلال ساعات قليلة تم تحريرها من دنس الإرهاب، وبدأت العوائل تنزح، وقمنا بالتقديم المساعدات. احنا امس سمعنا بالراديو اي بس يعني بس دواعش موجود بالقبة وشيخ محمد مشروع كله موجود ما وصل القبة احنا الامان موجود واحنا مضرورين يعني من كل الجهات. هذه مضروره ساعه ابني اخذوه مع فيصل صار سنتين ونص ما موجود. مين اخذ دواعش؟ اخذوه لحد الان ما اعرف وين والد شخص أسير من هذا. أنا ما انضريت يعني مال ما مشكلة يتعوض أبني من يعوض. نفى الجيش الكيني مقتل 57 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية نائية بالصومال. كانت حركة الشباب الصومالية المتشددة قد أعلنت في وقت سابق أن عناصرها قتلوا العشرات من القوات الكينية عندما هاجموا قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الكينية أمس. يشار إلى أنه سبق للحركة المتمردة أن قامت بمهاجمة القوات الإفريقية التي تقاتل ضمن قوة أميسوما التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال. وكانت حركة الشباب قد أعلنت في يناير 2016 قتل أكثر من 100 جندي كيني في معسكر صومالي قرب الحدود مع كينيا. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. قبل ساعات من أول لقاء بينهما، رئيسة الحكومة البريطانية تريزا مي تحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطر التقارب مع روسيا. رئيس السيسي يفتتح اليوم في أسوان عمل المؤتمر الشهري الثاني للشباب لبحث قضايا التنمية بمحافظة الصعيد. خلال لقائه مع معارضين سوريين، لافروف يعلن إرجاء محادثات جنيف حول سوريا إلى أواخر فبراير المقبل، ويبحث مسودة دستور سوري جديد أعدته روسيا. الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن قد يشهد مجاعة خلال العام الجاري بسبب استمرار الصراع في البلاد. حول الآن لمتابعة أخبار الاقتصاد في هذه النشرة. أخبار الاقتصاد يقدمها الزميل محمد سليمان. إليك محمد. أشكرك شهاب وشكرا لك دينا. مرحبا بكم، أخبارنا الاقتصادية في بانوراما منتصف اليوم وتتابعون فيها. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية و16 مليار جنيه أرباح سوقية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي.
تحققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي والذي اقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة الثورة 25 من يناير وعيد الشرطة، حققت مكاسب بنحو 16 مليار جنيه ليبلغ رأس مالها السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 628.4 مليار جنيه. وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية بشكل جماعي، بينما انخفض إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي إلى 5.4 مليار جنيه. قامت هيئة السلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراء أكبر مناقصة لاستيراد 410 ألاف طن قمح روسي، فازت بها 5 شركات عالمية. وذكرت وزارة التموين أنه من المقرر التوريد خلال الفترة من أول مارس القادم وحتى 10 منه. وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح الذي يستخدم في إنتاج الدقيق الخاص بالخبز المدعم. شهد وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي ووزير التموين محمد علي مصلحي ومحافظ الإسماعيلية ياسين طاهر الخميس تجربة حصاد القمح بالتبريد بمركز التل الكبير بالمحافظة، وهي إحدى التجارب التي نفذها المركز القومي لبحوث المياه من خلال معهد إدارة الموارد المائية، والتي تسمح بزراعة المحصول مرتين في العام بدلا من مرة واحدة. وقال وزير الري إن زراعة القمح تستغرق 6 أشهر بالشكل الطبيعي، في حين تستغرق 3 أشهر بالتقنية الجديدة، مما يزيد من دخل الفلاح ويحقق الأمن الغذائي ويوفر 40% من حجم الماء المستخدم، لافتا إلى أنه يتم تبريد البذور لفترة معينة مما يجعل معدل زراعة القمح أسرع من المعتاد. وافق مجلس الوزراء اللبناني على إعادة إطلاق الدورة الأولى لتراخيص التنقيب عن النفط والإعلان عن الانضمام إلى مبادرة الشفافية في مجالات الصناعات الاستخراجية. كما وافق المجلس على تأمين اعتمادات لتنفيذ الأشغال والأعمال والتجهيزات الأمنية والفنية المطلوبة لمطار رفيق الحريري الدولي، وذلك وفتح مركزين لإدارة السير والمركبات الآلية في بعلبك وعكر. قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزفيندو إن اتفاقا تجاريا سيعزز الصادرات الدولية بقيمة $1 تريليون سيدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين، وسيكون لاتفاقيات تسهيل التجارة أثر كبير على الدول الأفقر لأنها تبسط الإجراءات الجمركية وتضع معايير موحدة لها، وهو ما يوفر الوقت ويكلل التكلفة وتعقيدات التبادل التجاري عبر الحدود. وأشار أزفيندو إلى أن الأردن وتشاد والكويت مستعدون لإقرار الاتفاقية، وهو ما يؤمن عددا أكبر من اللازم لدخول الاتفاق حيز التنفيذ والبالغ عدد المشاركين فيه 110 أعضاء. قال صندوق النقد الدولي في تقييم دوري لمنطقة اليورو إن اقتصادات المنطقة يجب أن تتقارب أكثر وإلا ستعاني من أزمات متكررة. واستعرض الصندوق هذا الرأي خلال تقييم دوري لاقتصاد الدول منطقة اليورو والبالغ عددها 19 دولة تتقاسم العملة الأوروبية الموحدة، حضره وزراء مالية المنطقة. وأضاف الصندوق أنه من دون المزيد من التقارب من المرجح أن يعاني الاتحاد المالي من نوبات من عدم الاستقرار. وأكد الصندوق أن التعافي الاقتصادي بمنطقة اليورو يتحسن، متوقعا نموا بنحو 1.6% هذا العام في 2018 و2019، ولكن توقعاتي للنمو على الأجل المتوسط كانت ضعيفة. انتهت أخبارنا الاقتصادية في بانوراما منتصف اليوم، وعودة لاستكمال بانوراما مع زميلي شهاب شعلان ودينا إبراهيم. شكرا محمد. نستكمل نشرتنا، وفيها أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يتحدث هاتفيا للمرة الأولى مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب غدا.
وفي حال تم ذلك سيكون هذا الاتصال الرسمي الأول بينهما منذ تولي ترامب مهامه الرئاسية رسميا. وكان الرئيسان تحدثا هاتفيا في السابق في نوفمبر بعد انتخاب ترامب، واتفقا على ضرورة تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد فترة من التوتر الذي مرت به العلاقة نتيجة الأزمة الأوكرانية. وقد أشاد ترامب مرات عدة بالرئيس الروسي وأعرب عن الأمل في إقامة علاقات جيدة جدا معه. أما بوتين فقال إن ترامب رجل لامع، وأعرب عن الأمل في أن يكون مستعدا لتطبيع العلاقة بشكل كامل بين البلدين. تتلقي اليوم رئيسة وزراء بريطانيا تريزا مي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن لبحث الخطوط العريضة لملامح العلاقة المستقبلية بين البلدين. وقبل ساعات من اللقاء حذرت مي الولايات المتحدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال كلمة لها أمام المشرعين الجمهوريين في فيلادلفيا. When it comes to Russia, عندما نتحدث عن روسيا فمن الحكمة أن نتخذ مثالا الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان الذي اعتاد أن يتبع قاعدة ثق ولكن تحقق، وذلك خلال مفاوضاته مع نظير الروسي ميخائيل غورباتشوف. ونصيحتي تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي تعاون ولكن بحذر. إن الصراع بين روسيا والغرب أمر لا مفر منه، ولكن علينا أن نتعامل مع روسيا من موقف القوة، وعلينا بناء العلاقات والأنظمة والعمليات التي تجعل التعاون أمر أقرب من الصراع. تريزا مي ستكون أول قائد أجنبي يستقبله الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب منذ توليه مقاليد السلطة، وهو اللقاء الذي تأمل رئيسة الوزراء البريطانية خلاله وضع الخطوط العريضة لملامح العلاقة التجارية بين لندن وواشنطن. لندن تعتبر زيارة مي خطوة دبلوماسية تحافظ على فكرة العلاقة الخاصة الراسخة بقوة بين البلدين، خصوصا أن دونالد ترامب كان من بين عدد قليل من الزعماء الغربيين الذين دعموا فكرة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. تقارير صحفية قالت إن ما يريح داونينغ ستريت أيضا هو تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في التوصل سريعا إلى اتفاق تجاري مع لندن، في وقت تأمل تيريزا مي بخروج بلادها من السوق الأوروبية الموحدة لكي تتزعم التبادل الحر. وتأمل مي أن تبدأ المناقشات حول اتفاق تجاري مستقبلي بين لندن وواشنطن سريعا، إلا أن المفوضية الأوروبية ترى أن المملكة المتحدة يمكنها مناقشة توقيع اتفاق تجارة حرة محتمل مع بلد ثالث، غير أنها لا يمكنها أن تتفاوض عليها طالما أنها لا تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي. ويبقى السؤال، هل تكون وعود ترامب الحمائية لجعل أمريكا أولاً متوافقة مع رؤية تريزا مي التي تريد تحويل المملكة المتحدة ما بعد بريكسيت إلى أمة تجارية كبرى في العالم؟ سؤال ستجيب عليه الأيام القادمة. قال وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاري إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على علاقات جيدة، لكن ثمن دفع الجدار الذي يريد الرئيس الأمريكي تشييده غير قابل للتفاوض. وفي الوقت ذاته ترجع البيت الأبيض عن فكرة فرض ضريبة بقيمة 20% على الصادرات المكسيكية لتمويل الجدار، مكتفيا بالقول إنها اقتراح من بين عدة أفكار. وتصاعد التوتر بين الرئيس المكسيكي أنريكي بينا نيو ونظيره الأمريكي مع إعلان الأول إلغاء زيارته لواشنطن على خلفية الخلاف حول بناء الجدار الحدودي واتفاق التبادل الحر. استجوبت الشرطة الإسرائيلية اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل منزله في إطار التحقيق معه في قضيتي فساد. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استجوبت نتنياهو أكثر من مرة حول اتهامين وجه إليه، الأول يتعلق بشبهة تلقيه هدايا ثمينة من رجل أعمال خلافا للقانون، والثاني يتعلق بمحاولته إبرام صفقة مع مالك مؤسسة إعلامية بهدف الحصول على تغطية مؤيدة له قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2015. واعتبر نتنياهو أن شبهات الفساد التي تدور حوله ما هي إلا حملة إعلامية هدفها إسقاط حكومته.
عاد رئيس غامبيا الجديد أداما بارو إلى بلاده قادما من السنغال بعد رحيل الرئيس السابق يحيى جاما إلى منفاه الاختياري في غينيا الاستوائية. وقالت تقارير صحفية إن بارو تعهد عقب وصوله إلى العاصمة بانغول بالبدء في تشكيل حكومة جديدة وإعادة الأمور إلى طبيعتها. بعد نحو أسبوع من تنصيبه رئيسا لغامبيا وحلفه اليمين الدستورية خارج البلاد، عاد رئيس الغامبي أداما بارو إلى العاصمة بانغول قادما من السنغال. وبحسب تقارير صحفية فقد تعهد بارو فور وصوله بالبدء في تشكيل حكومة جديدة وإعادة الأمور إلى طبيعتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الرئيس الجديد يواجه تحديات فورية عديدة على رأسها الانقسام داخل الحكومة فضلا عن تردي الأوضاع المالية في البلاد. وبعد استقباله رسميا في مطار العاصمة عمت الاحتفالات شوارع غامبيا ابتهاجا بعودة الرئيس الجديد إلى البلاد بعدما لجأ إلى السنغال منتصف الشهر الجاري حفاظا على سلامته من الرئيس السابق يحيى جامع وأنصاره. اليوم أشعر بسعادة لأننا نرحب برئيسنا الجديد أداما بارو، والذي نتوقع منه توفير فرص عمل للشباب والقضاء على نسب البطالة المرتفعة. لذا اليوم نقول وداعا للأيام السيئة وسوف نمكث في بلدنا ونعمل بها. في الوقت نفسه كشفت الأمم المتحدة أن بارو طلب بقاء القوة العسكرية التي أرسلتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس إلى غامبيا لمدة 6 أشهر إضافية. رئيس غامبيا طلب منا أن تمكث القوات الأجنبية لمدة 6 أشهر إضافية في البلاد، ولكن هذا القرار يعود إلى الإيكواس لأنها مهمتها. لذا بعد هذا الطلب أعتقد أنه من الطبيعي أن نترك وقتا للإيكواس كي تفكر في هذا الأمر. وتحت ضغوط دبلوماسية مكثفة مارستها خصوصا مجموعة غرب إفريقيا، وافق الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع على مغادرة البلاد وتسليم السلطة لأداما بارو. ولجأ جامع بعد 22 عاما قضاها في السلطة إلى غينيا الاستوائية التي استضافته كلاجئ سياسي. الآن مشاهدينا موعد أخبار الرياضة. أنا في هذه الجولة الرياضية مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا لك دين إبراهيم، وشكرا لك شهاب الدين شعلان. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الوقفة الرياضية، وفيها بعد هذا الفاصل: المنتخب المصري يودع كأس العالم العسكري بالخسارة أمام عمان بركلات الترجيح. الرئيس السيسي يفتتح اليوم في أسوان عمل المؤتمر الشهري الثاني للشباب لبحث قضايا التنمية بمحافظات الصعيد. خلال لقائه مع معارضين سوريين، لافروف يعلن إرجاء محادثات جنيف حول سوريا إلى أواخر فبراير المقبل، ويبحث مسودة دستور سوري جديد أعدته روسيا. الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن قد يشهد مجاعة خلال العام الجاري بسبب استمرار الصراع الداخلي في البلاد. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم، إلى اللقاء.